نعم، هي الحراك الآن، الحراك السلمي في الجزائر الذي انتقل في الجمعة الرابعة إلى ثورة التي عرفت بثورة الابتسامة، وهي امتداد للثورات الربيع الديمقراطي التي شهدناها في 2011، عقب ثورة تونس، مصر، اليمن، سوريا، والآن الجزائر. الجزائر الآن وقعت المرحلة السابقة كما ذكر الأستاذ عمر والأستاذ عبد الله فيما يتعلق بأخذت التجارب في الدول التي سبقتها. الآن ما عجبني الآن في الحراك السياسي، الحراك السلمي في الشعب الجزائري، في الجمعة الرابعة أعلن تنظيم سياسي للحراك السلمي، بمعنى لا تترك الثورة شعبية هكذا بدون قيادة، ينبغي أن تكون هناك تجمع سياسي أو منظمة أو مجموعة أو حزب سميها ما شئت، هذه المجموعة وهذا التيار السياسي يقود الثورة، وبالتالي يكون الجهة المقابلة للحوار أو للتشاور أو للتفاوض مع الجبهة أو مع المجموعة الحاكمة الآن التي تقود الآن على السلطة. هنا ينبغي على الثوار يسعوا إلى تنظيم سياسي حزب يقود الثورة الجزائرية. في نفس الوقت هناك تداعيات إقليمية، تداعيات ما حصل الآن في الجزائر على الثورة في ليبيا. تعلمون أن كان النظام الجزائري وقف مع القذافي أثناء ثورة 2011، إلا أن عقب سقوط القذافي كان دور النظام السياسي الجزائري جيد جدا أو ممتاز ضد التدخل الإماراتي والمصري، وكان إلى حد كبير ذراع واقية لعدم تدخل أو بمعنى حراسات أو حارس ضامن لعدم تدخل في الشؤون الجزائرية، ولكن في الحقيقة إلى حد ما كان ضعيفا إلى حد كبير. هنا أريد أن أشير إلى نقطة خطيرة جدا. الآن الثورة في الجزائر، الآن هناك متربصون، هناك دول عربية وأيضا فرنسا بالمقابل، هناك تحالف فرنسا، دولة الإمارات وأيضا السعودية. الآن تم تشكيل غرفة عمليات، أيضا تم اجتماع في أبو ظبي، في جدة، في الرياض، كيفية السيطرة أو احتواء الثورة الجزائرية.